والفعل ديال المقاطعة أو غير المقاطعة فعل غير مجرم، هو سلوك مدني حضاري احتجاجي وكيتسمى بالإضراب عن المقاطعة أو الامتناع عن الشراء، هذا في جميع الدول الديمقراطية يسمحوا به، وكاين جمعية حماية المستهلكين كاع في الدول الديمقراطية والحضارية كدير هذا الإجراء في مقاطعة عمل غير مجرم، مقاطعة عمل غير مجرم ولا يدخل في دائرة القانون الجنائي وحتى القضاء ما كتجرمش المقاطعة. راه كاين حتى التحريض، راه كاين التحريض غير مجرم، مجرد الاحتجاج على المقاطعة أو القيام بالمقاطعة وليس جريمة، والقاعدة اللي عندنا الشرعية الجنائية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وطالما أن النص ما كاينش فيعتبر فعل مباح. وقانون قانون تدابير حماية المستهلكين في المغرب أول مبدأ أقره هو مبدأ الاختيار، حق المستهلك في الاختيار بين البضائع والسلع، وعنده الحق يختار هذه البضاعة ما يختارش هذه البضاعة. واللي كنطالبوا هو أن فعل المقاطعة يكون فعل رائد ومدروس وما يشمل إلا المسائل اللي ارتفع الثمن ديالها والمسائل اللي الجودة ديالها قلت، وما يكونش فيه ما يكونش فعل سياسي، ما يكونش فعل نقابي، ما يكونش فعل الخدمة واحد المنتوج ويكون يخدم منتوج الوطن. يعني الحكومة اللي كدير هذا التصريح حكومة ما كتحترمش القانون، وتمنوا على انهم يحترموا القانون ما يهدوش المواطن. دور الحكومات في العالم واسعاد المواطنين واسعاد الشعوب وتحسين اوضاع العيش وليس تهديد الوعيد، لان هذا سيؤدي الى تحول المقاطعه التجاريه الى مقاطعه الحكومه واحزابها.